سوابق العود 2019 الأسطرة ضربت ليلة على العفن في المغرب صيفة عامة فنانة في موم خنز الطواليت كيف دنيا باطمة منابر إعلامية ديال 4 دريال حاضين غير الزوا والتفاهة هادي قالت هذا قال داقش غير موضوع مقاد نعطيك السلامي تولي كبير محط أمك باقي غير بالغة نعطيك غير صبعي الكبير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا كنوه بالشكر للأخت مولاة الماسك اللي قامت بهذه الحملة اللي بالطبع هي حملة هاشتاغ لا للمحتوى الموسخ هاشتاغ وريونا اش كتعرفوا ديروا. شكرا جزيلا على هذا يعني هذا المبادره زينه اختي شكرا. وثانيا خوتي المغاربه راه هادشي بزاف الله يحسن العوان يعني استروا راسكم شويه ما كيعرفش الانسان يستر راسو شويه ولا الناس اللي كيساندوا داك التفاهات ولا يعني ما نساندوش حنا داكشي ما ندعموش داك الشيء نخليوه شي يزيد واحد البكتيريا ولا واحد الجرثومة كتبان وكتزيد يعني وطعموها باش كتتغدى تزيد تكبر. لا هذوك الناس انا ما نشوفش فيهم كاع. وثانيا كنوه بالشكر للاخت طيب الزهراء بريس والاخت سعاد المغربي اللي ناضلين مع واحد القضيه ديال شي وحده سميتها اشلاء الديوتي ويعني برافو عليكم شكرا جزيلا الله يكثر مثالكم الانسان وبالوالدين احسانا. وكنشكر جميع اللي غيشوف هذا الفيديو ولكم الحكم. السلام عليكم تشوس